مساء الخير أعزائي المشاهدين. القذافي يواجه الليبيين والعالم ويحاول التعايش مع خطر التدخل العسكري والحصار الدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية الدولية. إلى أين تتجه ليبيا في ظل هذا الوضع؟ الجهات الأربع يتابع ملف الأزمة الليبية وعلى مدى ساعتين مع ضيوفنا السادة. معنا جون هانا خبير في شؤون الشرق الأوسط ومستشار نائب الرئيس الأمريكي سابقا لشؤون الأمن القومي. معي أيضا ليث كوبا مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤسسة الوطنية للديمقراطية في واشنطن. ودكتور إدموند غريب أستاذ في الجامعة الأمريكية في واشنطن. وسوف ينضم إلينا من القاهرة وحيد عبد المجيد رئيس مركز الأهرام للنشر والترجمة. ومعنا في الساعة الثانية جون ألترمان عبد الوهاب الكبسي وحافظ الغويل ومحمد الربيحي. وسوف يشاركنا عبر الهاتف أيضا إبراهيم الدباشي نائب المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة. أهلا وسهلا بكم. أهلا جون. أنا أبدأ معك بطبعا موضوع التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا. نبدأ من الوضع الميداني. اليوم تحتدم معارك مجددا، الكلام عن استعادة القذافي لمدينة الزاوية، آخرون يقولون كلا لم يستعدها. إنما ماذا يعني خاصة بالنسبة للأمريكيين هجوم القذافي أو قدرة القذافي على الصمود؟ ماذا ستفعل أمريكا؟ أعتقد أنه من الواضح أن موقع القذافي يبدو أنه استقر وربما تحسن بعض الشيء في الأيام القليلة السابقة. يبدو أنه ما زال متشبثا ولديه ما يكفي من القوة ويمكنه أن يقوم ببعض الحملات الهجومية المحدودة ضد القوات المضادة له أو المعادية له. فبدلا من أن يختفي بسرعة كما حصل في مصر وتونس، مما سهل عمل الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع، نواجه الآن طريقا مسدودة في ليبيا وربما حربا أهلية وربما أيضا الفوضى. والرئيس الأمريكي وضع أمريكا أيضا على الخط وقال إن السيد القذافي عليه أن يتنحى ويرحل، ولكن حتى الآن ليس لدينا خيارات كثيرة جيدة تقول لنا كيف نطبق هذه القرارات أو هذا القرار الذي أشار إليه الرئيس. طبقنا العقوبات في الأمم المتحدة ونحن الآن نصل بسرعة إلى نقطة لا نتمكن فيها من التصرف باستثناء استعمال الخيار العسكري. هناك طبعا الكلام عن فرض حظر جوي وأيضا استهداف أنظمة إنما جون، ماذا لو استعاد القذافي زمام المبادرة؟ لا أتوقع أن يتمكن من التوسع، إنما استعاد على الأقل زمام المبادرة في المناطق غرب ليبيا. ماذا سوف يكون الموقف الأمريكي؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الآن في موقع صعب للغاية. لا يمكن لأمريكا أن تسمح للقوات المعارضة للقذافي التي استولت على دول مهمة في ليبيا أن تهزم. فكحد أدنى أتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية إن بدأ ذلك يحصل وإن تغير توجه المواجهة لمصلحة القذافي، فكحد أدنى أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تدرس إمكانية تعزيز قوات المعارضين على الأرض ربما عبر دعم عسكري ما. إدمون، ماذا رأيك؟ ماذا تقول؟ بالنسبة لأنه أنا يعني أعود إلى نقطة أنه في حلقات سابقة تم استبعاد قطعا أن تتحول المشكلة في ليبيا إلى حرب قبائل. يعني لا سيما من أطرافنا المعارضة الليبية كانوا يقولون من المستحيل أن تكون هناك حرب قبائل في ليبيا. اليوم إمكانية القذافي وهذا يعني ما نشاهده على الأرض، ماذا يقول لك بهذا الشأن تحديدا؟ بدون شك أولا أن العقيدة القذافي لا تزال لديه كما ذكر الزميل، هي لديه قدرات عسكرية، لا تزال لديه القدرة على استخدام قوات خاصة، بعضها ربما ميليشيات، بعضها الكتائب الموالية له.
وهذه الكتائب يجب أن نتذكر أن هذه الكتائب بما فيها كتيبة يقودها ابنه خميس، منظمة تنظيما جيدا، مدربة تدريبا جيدا، مسلحة تسليحا جيدا، ولديها القدرة على التحرك. مثلا عندما كان الساعدي في بنغازي، تحرك ضمن حدود مناطق، لا مثلا هذه احدى الامور في البداية، مثلا الساعدي كان محاصرا في ابنه في بنغازي، وقام السنوسي بإرسال قوة خاصة من حوالي 1500 يقال من القوات الخاصة التي أخرجته من بنغازي. هذه إذن تظهر أن هناك على الأقل قدرة، لا تزال لديه قدرة للتحرك. طبعا في نفس الوقت هذه القدرة يبدو أيضا أنها محدودة، لأنه عندما حاول استعادة بعض المناطق قامت قوات محلية على الأقل بصده، وبالتالي فإنه هناك نوع من الجمود أو التوازن حتى الآن على الأقل بين القوى، فهو يسيطر. أنت تقول بتوازن الآن بين القوى على الأرض؟ يبدو، لا أعلم، يعني هذا على الأقل هذا ما نقرأه من خلال ما نراه. طبعا الكثير سيعتمد ما الذي سيحدث في طرابلس. طرابلس أساسية، طرابلس مهمة جدا للقذافي، مهمة جدا لمسيرة الثورة الليبية، لأنه إذا لم نرى تحركات في مدينة طرابلس التي هي تقريبا حوالي 40% من سكان ليبيا، فإن هذا يعني بأنه في احتمالات لبقاء القذافي لفترة طويلة. ولكن أشرت أيضا إلى نقطة أخرى وهي مهمة برأيي، موضوع القبائل. هناك فعلا أسئلة حول ذلك. يبدو أنه بدون شك هناك معارضة قوية، ويمكن أن نتحدث عنها أكثر فيما بعد، أنه شرارة الثورة انطلقت من الشرق، انطلقت من بنغازي. هذه المنطقة كانت تشعر بالتهميش، تشعر هي وقبائلها وسكانها، كانت تعاني اقتصاديا. هذه المنطقة كانت هي التي انطلقت منها في الأساس الثورة الليبية. السنوسيين، الملك السابق جاء من هذه المنطقة، وبعد مجيء العقيد القذافي، وكانت هي إحدى المراكز الاقتصادية المهمة. كان هناك ثلاث مراكز اقتصادية هامة في ليبيا، وهذه المنطقة تهمشت وتضررت كثيرا، وعندما كان حدثت انتفاضات سحقت وبقوة عسكرية. إذا كان هناك نوع من النقمة على ونقمة قوية على النظام. أدمو غريب، أنت لا تنفي إمكانية يكون في حرب قبلية فيه، أو يتحول الوضع إلى يعني نوع من استنزاف بين القبائل يعني بعض البعض. احدى الامور فعلا هذه نقطه مهمه، لان هناك قبائل، ليبيا فيها اعداد كبيره من القبائل، ربما اكثر من 130 قبيله يعني، ولكن هناك ربما 30 قبيله قويه. طبعا القبائل تقلص نفوذها الى حد ما، مثلها في مثل الوضع في عدد من الدول الاخرى، ولكن العقيد القذافي اعتمد على عدد من القبائل المهمه. مثلا استخدم قبيلته هو القذادفه، وهذه قبيلة أيضا مهمة وهي من العصب، رغم أن أحد أنسبائه أقربائه انضم إلى الطوار. هناك قبيلة أخرى، قبيلة المقارحة أو المقارحة، هذه أيضا هي من القبائل المهمة، والتي يبدو أنها لا تزال تدين ببعض الولاء. وهناك قبيلة ربما أكبر قبيلة في ليبيا، قبيلة ورفلة، وهذه القبيلة مثيرة لأنه يبدو أن بعض قادتها قد خرجوا ومعارضين وعارضوا العقيد القذافي وقيادته وطالبوا التغيير، ولكن يبدو أن هناك أعداد من هذه القبيلة لا تزال تولي، وبالتالي فإن هذه مهمة جدا. والنقطة الأخيرة التي أود أن أذكرها لو سمحت هي موضوع أن ما نسمعه عن المرتزقة الأجانب، لأن يعني هناك يبدو أن هناك ميليشيات خاصة، هذه الميليشيات أيضا منظمة. دعني قبل أن أنتقل إليك ليث، دعني أنتقل إلى القاهرة مع وحيد عبد المجيد. لأستاذ عبد المجيد، أهلا وسهلا بك في الجهات الأربع. أريد منك وجهة النظر كمصري من القاهرة، كيف ترى تطور الوضع في ليبيا؟ الوضع في ليبيا يبدو غير قابل للحسم خلال فترة قصيرة. الأرجح أننا سنشهد معركة طويلة، لأن الوضع في ليبيا يختلف اختلافا كبيرا عنه في مصر وتونس، ولذلك ينبغي التفكير في خيارات جديدة. يعني الخيارات المطروحة خلال الأيام الماضية
يعني لن تعمل خلال فترة قصيرة. أعتقد أنه سيكون علينا وفي المجتمع الدولي التفكير في أقرب وقت في إمكانية التعايش مع وضع يبقى فيه القذافي لفترة يصعب تحديد مداها، لكن يمكن تقصيرها من خلال محاصرته حصارا شديدا. لكن الأهم من محاصرته وأحد سبل هذا الحصار أيضا هو بحث إمكانية تشكيل حكومة ليبية مؤقتة تقوم على توافق بين كل القوى التي قوى الثورة الليبية، وأن يعترف بهذه الحكومة دوليا، أن تكون هذه هي الحكومة الممثلة لليبيا وأن تكون هي المعترف بها، وبالتالي إسقاط الاعتراف الدولي بنظام القذافي واعتباره خارجا على الشرعية الدولية، وتقديم أكبر دعم ممكن لهذه الحكومة ومساعدتها في تشغيل المناطق التي يسيطر عليها الثوار، وبصفة خاصة المناطق النفطية. جزء كبير من النفط الآن هو خارج نطاق سيطرة القذافي. إذا أمكن تنظيم أو إعادة تنظيم المناطق التي تخضع لسيطرة الثوار الآن تحت حكم حكومة مؤقتة وبرلمان مؤقت، في هذه الحالة يمكن أن تكون هناك مساعدة دولية لتشغيل عملية إنتاج النفط لصالح هذه الحكومة والشعب الليبي في هذه المناطق، وبالتالي تجديد الحصار على القذافي داخليا بالإضافة إلى الحصار مدى الدولي. صحة المعلومات التي تتحدث وتقول أن أكثر أو معظم المناطق النفطية تقع تحت سيطرة قبائل محايدة، يعني لم تتخذ حتى الآن موقفا من حركات الاحتجاج في ليبيا، مدى صحة ذلك؟ يعني هي المهم أنها ليست تحت سيطرة القذافي. إذا حدث تحرك من هذا النوع ووجدت هذه القبائل أنه يعني القبائل المحايدة أن العالم كله وبصفة خاصة العالم العربي في هذه الحالة لابد أن يحدث تغير في الموقف العربي وفي موقف العالم الإسلامي، إذا حدث هذا أعتقد أنه هذه القبائل ستنضم إلى الوضع الجديد المعترف به عربيا وإسلاميا ودوليا، وستكون هناك إمكانية. يبدو أنه بعض القبائل الأساسية ما زالت مع القذافي، يعني سمعنا اليوم نداءات إلى قبيلة ورفلة، يبدو أن الجزء الأكبر منها ما زال مواليا للقذافي، وهي توجد في مواقع يعني تجعل الخيار الخاص بالزحف على طرابلس من الشرق يبدو صعبا، لانها لها تمركز قوي في شرق طرابلس، وبالتالي الحديث عن خيارات تعتمد على امكانيه اسقاط حكم القذافي خلال ايام او اسابيع اعتقد انه سيؤدي الى استنزاف شديد للشعب الليبي. نحتاج الآن إلى وقفة لتأمل المجيد الموقف. ابقى معي، إذا استمر معي. سوف نعم. أعود إليك، تفضل. كان لديك تعليق يمكن نعم. على ما ذكره إدمون أيضا. أنا أعتقد النقاط اللي ذكرت في عدة ملاحظات. أولا دولة القذافي انتهت، وأنا أعتقد هذه مسألة مهمة يجب تثبيتها، لأن حينما جهازك الدبلوماسي في الأمم المتحدة أو في جنيف هو يطالب بإجراءات ضد الحكومة اللي موجودة، وحينما تستقيل أغلب البعثات الدبلوماسية هذا معنى حتى وجودك الخارجي انتهى، وطبعا وجود الداخلي كدولة واضح انتهى. حينما طائرات تلجأ إلى مالطا وبواخر بحرية تلجأ إلى مالطا معناه لم تعد هناك دولة. فهذه أنا أعتقد مهمة، دولة القذافي الآن انتهت، ما بقي هو سلطة القذافي. القذافي لا يزال يملك مال وسلاح وكتائب وشتات من قبائل موالية له. ونعم الموضوع الرئيسي الآن هو كيف سيحسم هذا الصراع الداخلي، أما موضوع الدولة أنا أعتقد انتهى. ولهذا السبب بس ألا تخشى ليث أن هذا الصراع الداخلي سوف يستمر؟ ما هلأ وحيد عبد المجيد يتحدث عن أيام أو أسابيع أو أشهر، إنما هناك تجارب، يعني لدينا الصومال نشهد أنه منذ التسعينات لم
عندنا تجربتين مهمة في هذا الباب. عندنا أولاً السودان أصلاً عندنا تجربة، وعندك تجربة الصومال، والآن نخشى من تجربة اليمن. واضح. ما رأيك؟ أنا أعتقد هذه المقاربة مهمة للصومال والسودان. طبعاً إذا أريد أذكر باعتباري عراقي، ما حصل في العراق في الانتفاضة رغم قوتها لكن الدولة منهارت، ولهذا بقي للحكومة حينها اعتبار دولي رغم الحصار ورغم كل شيء، لكن القذافي فقد بالكامل أي اعتبار دولي، وبالتالي كما قلت الدولة انهارت. الخوف الموجود إذا استمرت حالة الصراع أقرب ما يكون إلى الجرح اللي يبقى مفتوح فترة طويلة، طبعا يتعفن وقد يسبب خراب كل الدولة. لكن يا ترى هل الدول المحيطة سواء كانت مصر أو تركيا أو حتى أوروبا راح تقبل أن تكون متفرجة على أن يستمر هذا النزف الداخلي في ليبيا؟ أشك بذلك بشكل كبير. أنا أعتقد الآن هناك سياق سياسي، نعم هناك معارضة لتدخل أمريكي، الليبيين لا يقبلون ذلك ولا يريدوا تدخل دولي، لكن أعتقد في أكثر من صيغة تركيا مثلا ممكن أن تلعب دور، وهي التدخل العربي يظهر أنه غير وارد قطعا. يعني حتى وحيد عبد المجيد تحدث عن تدخل دولي ولم يتطرق إلى كلمة أو إلى رؤية للتدخل العربي ممكن. أنا أعتقد مرة أخرى قياسا على تجربة العراق، إذا مجلس الأمن يتخذ قرار ويمنع يعمل في حظر جوي، لأن إذا في شيء رح يؤذي أو فعلا يؤذي الثورة في ليبيا هو موضوع استخدام المروحيات أو الطائرات، إذا مجلس الأمن يصدر هذا القرار ويعطي غطاء إلى دولة مثل تركيا أو أي دولة أخرى اللي لها مصلحة استراتيجية في أن يستقيم الوضع هناك، أنا أعتقد موضوع حسم يعني للصراع سهل. جاءني الآن من أنه مجلس الأمن يستبعد صدور قرار بحظر جوي في القريب العاجل، يعني ليس واردا في المرحلة. ويؤسفني جدا ذلك، لأن هذا سياسيا يقرأ من قبل القذافي على أن لا يوجد هناك موقف دولي ضده حاسم. ويسمح حاسم له. أنت لا تعتقد أن المواقف ليست حاسمة بالقدر الكافي؟ هذا في الواقع إشعال ضوء أخضر إلا لأن يستخدم مروحياته وطائراته، لأن هذا بالضبط ما حصل في العراق حينما سمح لصدام أن يستخدم المروحيات ولم يستخدم الطائرات، قرأها كما أغلب المراقبين يقولون سماح إلى بقمع الانتفاضة باستخدام المروحيات. لهذا إشارة سياسية خاطئة رغم لم تكن هذه. سوف أرجع إلى جون هنا. جون، يعني على ضوء ما سمعناه الآن، استبعاد صدور قرار بحظر جوي في الوقت القريب أو في القريب العاجل لنكن أكثر دقة حسب ما ورد في الخبر، أنت برأيك التدخل العسكري المباشر الدولي أمر بات مستبعدا في ليبيا؟ لا أعتقد أنها مستحيلة ولكن غير محتملة. لا أعتقد أن الروس والصينيون وهم يفكرون بأوضاعهم الداخلية سيوافقون على تدخل المجتمع الدولي في صراع داخلي في ليبيا. هو تعقيب طبعا مؤسف يتعلق بروسيا والصين، ولكن هو الواقع. وما أراه مهم في هذا المجال هو عدم مناقشة التصرف أو التحرك العربي لحل مشكلة كبيرة ضمن العالم العربي، طاغية يقمع ويقتل عربا والمجتمع العربي في الشرق الأوسط لا يمكن له أن يتخذ أي قرار أو أن يتحرك أو حتى أن يطالب الغرب والمجتمع الدولي بأن يتحرك لمساعدة الليبيين العزل، ولا أحد يعقب على هذا الواقع. هذا يعني أن التوقعات المتعلقة بدور العرب متدني حتى وأن العرب يصبحون الآن. جون، يعني سأنتقل إلى عبد المجيد بهالنطب، إنما أريد أن أعرف منك ما هي محاذير تدخل أمريكي دولي في العراق في ليبيا اليوم؟ لماذا لا؟ مما تخشى أمريكا؟ طبعا لا يمكننا أن ننسى ما حصل في العراق، فهناك تأثير رمزي كبير
على العالم برمته. فهناك تصرف حصل لمساعدة شعب لم يتمكن من التخلص من الدكتاتور، فتصرف العالم لإخراج هذا الدكتاتور من السلطة، ولكن النتيجة لم تكن كما كانت متوقعة، كانت مكلفة جدا للولايات المتحدة الأمريكية. والآن ما زلنا طبعا موجودين في العراق وفي أفغانستان، ولدينا متطلبات لوجستية لجيشنا لدعم الحربين، وأن ندخل الآن بطريقة أحادية من دون دعوة واضحة من حكومة متماسكة في ليبيا أو من جامعة الدول العربية، بمعنى أن تطلب أمريكا من أمريكا أن تتدخل، فأعتقد أن هذا شبه مستحيل. الأمريكيون مترددون جدا في أن يتحركوا من جهة واحدة ليدخلوا في نزاع آخر ويهاجموا دولة عربية مسلمة أخرى، مع كل المخاطر المرتبطة بهذا التصرف، ولا نعرف أين تنتهي هذه المهمة. وحيد عبد المجيد، قبل أن أعرف رأيك بموضوع التدخل العربي، كيف تقرأ ما الموقف الأمريكي، التردد الأمريكي من التدخل المباشر في العراق، في ليبيا عفوا؟ يعني هذا التردد مفهوم، وهو تردد حميد في رأيي، لأنه أي تدخل أمريكي يمكن أن يقلب الموازين لمصلحة القذافي، لأنه للأسف سيحول القذافي بطلا زائفا، وبالتالي ستكون النتائج السلبية أكبر بكثير. هذا بالإضافة إلى أنه موضوع الحظر الجوي فيه كثير من المحاذير، لأنه لا يوجد حظر جوي سلمي. تطبيق الحظر الجوي يعني حرب، يعني هجوم عسكري. عفوا وحيد عبد المجيد، أستاذ وحيد، كيف يتحول القذافي إلى بطل عندما تتدخل الولايات المتحدة؟ سوف يتحول بطل بالنسبة لمن؟ إذا تم القضاء عليه والقضاء على نظامه وإسقاط النظام، يتحول بطل بأي طريقة؟ لكثيرين في العالم العربي والإسلامي، يعني التدخل الأمريكي يصنع أبطالا زائفين، وليس هناك ما يؤكد أن هذا التدخل يمكن أن يؤدي أيضا إلى نتيجة حاسمة. أريد فقط أن أقول بالنسبة للحظر الجوي، لكي يمكن تطبيق حظر جوي لابد من البدء بشن هجوم عسكري على الدفاعات الجوية الليبية، يعني شن حرب، وهو بالتالي يعني تدخل عسكري. أنا بعتقد أنه لابد أولا من مساعدة الليبيين على تشكيل حكومة مؤقتة يعترف بها العالم بما فيها الدول العربية والعالم الإسلامي، عندئذ ستصبح هذه الحكومة التي تمثل ليبيا هي الحكومة الشرعية، وبالتالي الاعتداء عليها من جانب قوات القذافي سيكون اعتداء من مجموعة، كما يحدث من القراصنة مثلا، يعني سيتحول الوضع إلى عدوان على دولة ذات سيادة، على حكومة يفترض أنها لها الشرعية ولها السيادة على الأرض الليبية. في هذه الحالة يمكن أن يكون التفكير في صيغة للتدخل الدولي وبقوات من دول إسلامية على رأسها تركيا، وليس بقوات أمريكية أو غربية، يمكن أن يكون منتجا ومثمرا، لكن لابد من إيجاد تكييف قانوني دولي لهذا التدخل من خلال تحويل هذه الهجمات التي يشنها القذافي من أنه حاكم يريد أن يسترد أرضا فقدها داخل بلده، إلى عصابة تشن عدوانا على دولة يعترف بها العالم. هذا بالنسبة للتدخل الأمريكي أو الأجنبي. أريد بس باختصار إذا أمكن، لماذا أنت بالذات استبعدت إمكانية أي تدخل عربي؟ الدول العربية الآن في أوضاعها الداخلية لا تسمح لها بالتفكير خارجيا، بما في ذلك مصر. مصر رغم أن وضع ليبيا حساس للغاية بالنسبة إليها، لكن الجميع يعرفون الوضع الآن في مصر في المرحلة الانتقالية، الأولوية القصوى هي لترتيب الوضع الداخلي، لا يستطيع أحد أن يأخذ أي خطوة خارجية كبيرة. باقي الدول العربية إما في الوضع نفسه أو في الطريق إلى وضع مشابه، أو في وضعها حساس جدا. المملكة العربية السعودية في وضع حساس للغاية لأنها كانت في خصومة مع ليبيا، وبالتالي التدخل العربي ليس واردا، لكن من الممكن أنه المجتمع المدني العربي يساعد الليبيين
في إجراء حوار بينهم يعني الليبيون السائرون على القذافي في المناطق المختلفة لإجراء حوار بينهم للوصول إلى صيغة في أسرع وقت ممكن للاتفاق على حكومة مؤقتة، لأن الواضح أن هناك اختلافات وهناك خلافات يمكن أن تصار في حالة الأخذ بهذا الخيار. ابقى معي وحيد عبد المجيد. نعم. سوف أعود إلى الاستوديو. ليث، برأيك من المستفيد من عامل الوقت في ليبيا؟ طبعا بالوضع الحالي إذا استمر الأمر الذي يقلق الجميع، لا أحد أعتقد يظن أن القذافي يمكن أن يعود إلى بسط نفوذه على الشعب الليبي، هذا كما قلت انتهى. لكن استمرار الوضع هذا، نعم هذا سؤال، استمرار الوضع بالشكل التالي يخدم القذافي، لأنه كل هذه الثورات تحصل حينما ويزداد زخمها حينما في الأفق حسم وحل وتضعف، والقذافي سيجد بماله وبسلاحه سيشتري مرتزقة. هناك شركات وهناك دول اليوم تتاجر بالحروب، وهو القذافي تاجر من الدرجة الأولى، سيعرف كيف يشتري الدعم والمال. ولهذا كما قلت يعني أشارك الرأي، هو أقرب ما يكون وصفة الآن إلى قرصان كبير، لكن في نفس الوقت هذا القرصان الكبير أكثر بكبير من حجم المنطقة، وبالتالي لابد من حسم. طبعا أنت توافق لوحيد عندما قال التدخل الأمريكي أنه يسعى لتحويل النزاع إلى نزاع مع الأمريكيين أو مع الغرب، بمعنى أنه يتمنى لو تتدخل الولايات المتحدة؟ ملاحظتين. طبعا أنت تفكر القذافي الآن ما هو الأفق الذي أمامه؟ أفق أولي هو محاولة تحويله إلى صراع داخلي قبلي. صح، أنا أعتقد هذه محاولة فاشلة لن تنجح، لأنه بشكل عام هناك تجانس قومي ومذهبي، ولا يوجد هناك لا توجد هناك فوارق حقيقية، فأظن هذا لن ينجح. الدولة الليبية أقوى والشعب الليبي أقوى، لكن نعم هناك خطر حقيقي أمام هذا الارتباك، كما ذكر زميلي عن الموقف الدولي سواء الروسي والصيني، تخوف بعض الدول العربية من انتقال عدوى سقوط الأنظمة لهم، هذا كله يقرأ القذافي مع وجود الكتائب اللي عنده. أنا أخشى يعني في موقف عربي خافت أو مختبئ يؤيد القذافي بصورة المادرية. أنا لا أعتقد يؤيد القذافي، ولكن السؤال، ثورة في كل شهر، إذا سقط القذافي الآن أين ستكون الثورة القادمة؟ هذا متوقع الآن في الأفق بصورة غير مباشرة. طبعا نعم. طبعا أنا مع الرأي القائل أن التدخل الأمريكي، أنا من احتكاكي بالليبيين ومراقبتي للرأي العام الليبي بقوة ضد تدخل أمريكي. هلا بدي أرجع لهذه النقطة بزيد، بس بدي أرجع أسمع لأدمون. بالنسبة لي أنت توافق بالنسبة لرغبة القذافي بتحويل الصراع إلى صراع مع أمريكا؟ لا أقول أنه يريد صراع مع أمريكا، ولكنه قد يستغل أي هجوم عليه والقول بأنه هو يمثل الشعب الليبي الذي قاوم الاستعمار ولعدة عقود، يعيد تذكار الليبيين بهذه المقاومة للأجنبي الذي يريد أن يهيمن عليهم ويسيطر على بلادهم. وإذا استمعنا إلى نظرنا إلى خطاب العقيد القذافي يوم الاثنين، أظن خطابه الأخير أو الثلاثة، أشار إلى أمرين وربما مثيرين. أحدهما قال بأنه هو ضامن الاستقرار، أن القاعدة هي التي تهدد الاستقرار، وأنه هو الذي سيضمن الاستقرار للغرب، وكانت هذه من النقاط الأخرى. النقطة الأخرى ذكر أيضا بأن الغرب حاول الهيمنة على النفط وعلى الموارد الليبية. بالإضافة إلى ذلك أثار إلى موضوع ثالث وهو موضوع اللاجئين. حذر الدول الأوروبية القريبة من ليبيا من تدفق اللاجئين إلى حدودها، وهو يعلم أن كل هذه الأمور تثير حساسيات. إذن كان هناك أحيانا بعض التباين، ولكن كان هناك رسالة واضحة فيما أراد أن يقوله لهم. الأمر المهم هو بالنسبة لموضوع الحظر الجوي. الحظر الجوي إذا كان يمكن له أن يحقق نتائج سريعة، إذن عندئذ يمكن أن يغير الموازين على الأرض. ولكن كما قال وحيد عبد المجيد وكما قال رئيس الأركان الأمريكي، رئيس قوى مولن، الأدميرال مولن، أن الحظر الجوي يحتاج إلى ضرب المقاومات الأرضية لدى سلاح الجو الليبي. يعني بمعنى
صحيح. دخلنا بتدخل عسكري مباشر. صحيح، وهذه هي إحدى المخاطر التي هذا هو أحد أسباب الحذر على الأقل وراء بعض التصريحات لمسؤولين أمريكيين. مثلا وزيرة الخارجية في شهاداتها أمام لجنة العلاقات الخارجية قالت أننا إذا تدخلنا لا نريد أن نبدو وكأننا نتدخل عسكريا ونسمح للقذافي بأن يقول بأن الغرب يتدخل ضدنا. عفوا بس ملاحظة سريعة، فرضوا الحظر الجوي في العراق وكان يبقى يمتلك أسلحة، كان يمتلك طائرات. لماذا قال الأدميرال مولين هذا الموقف؟ لا، هذا موقف سياسي، فرضوا منطقة آمنة وصدام كان يمتلك كل القوة العسكرية للتصدي للطائرات. نعم، ولكن صدام قرأ أن هذا قرار ده يأتي من دول تحمل سلاح، وصدام لا يريد حينها لم يريد الدخول في حرب معهم. لهذا السبب كما قلت القذافي اليوم يقرأ ما هذه التصريحات قراءة سياسية وعلى أساسه يرتب موقف. بدون شك، ما هو لا أرى أي وجه خلاف هنا بين ما قلته وما تقوله، ولكن هناك مخاوف على الأقل من قبل المسؤولين الأمريكيين الذين يقولوا بأنهم ليبيا بلد كبير، بلد ضخم، وأيضا أن هناك هذا قد يساء استخدامه ويفسره البعض بأنه محاولة للسيطرة على النفط. ولكن هناك أيضا أمر آخر، أنه إذا حدثت قامت مثلا هجمات على قواعد الصواريخ مثلا الدفاعات الجوية، وكان العقيد القذافي قد نقل هذه الصواريخ إلى مناطق مأهولة بالسكان ووقعت خسائر مدنية، هذه قد تسمح له باستغلال هذا الوضع وأن يحول الأنظار عما فعله هو من خلال قمعه للمتظاهرين وللمحتجين، لأن يظهر كما قال الدكتور وحيد أيضا بأن هذه قد تحوله إلى بطل، على الأقل ربما هذا البطل زائف، ولكن هذا الأمر في نقطة يعني يثير جون العوائق أمام التدخل الدولي، إنما هذا يثير نقطة جديدة أيضا. طب عدم إمكانية التدخل الدولي وانزلاق ليبيا إلى حرب أهلية، ألا تتضرر المصالح الغربية جراء ذلك؟ أن الغرب له مصالح في ليبيا وله مصالح في المنطقة. نعم، بالتأكيد لدينا مصالح في المنطقة، خاصة تدفق النفط وخسارة هذا التدفق. بالنسبة للغرب لديه الطاقة لتغطية أي خسائر من النفط الليبي، ستكون مأساة لو قام الليبيون بقتل بعضهم البعض ورأينا فوضى في ليبيا كما هو الحال في الصومال، هذا سيكون خطيرا. نحن نعرف أن هناك القاعدة ومتطرفين إسلاميين في ليبيا، هذه حقيقة. في العراق أحد مصادر المقاتلين الأجانب كان هو ليبيا، نعرف أنهم موجودون وليس بالطريقة التي يتحدث فيها القذافي، ولكن يجب ألا ننكر أن هذه مشكلة يجب أن نتوخى الحذر. الولايات المتحدة هل تستطيع إدارة هذه المشكلة بدون تدخل عسكري كبير في حرب أهلية ليبيا؟ نعم، الولايات المتحدة يمكن أن تفعل ذلك، خاصة إذا كان كل الدول العربية وباقي العالم يقبل بهذه الكارثة. إنما أنا ما أقصده أيضا بمعزل عن عامل النفط، حتى الآن يعني وكالة الطاقة تقول انخفض من 1,600,000 برميل إلى 1,000,000 برميل يوميا، في هناك عامل آخر، الحرب الأهلية ألا تؤثر على دول الجوار؟ ألا تؤثر على مصر؟ ألا تؤثر على تونس؟ ألا تؤثر على انتشار يمكن متشددين مسلمين في المناطق الليبية؟ يعني يحكى اليوم عن وجود قاعدة في ليبيا في المناطق الشرقية. لا لا تفضل. نعم، أعتقد أن القاعدة هي مشكلة، وإذا بدأنا في رؤية معسكرات للقاعدة في ليبيا وعمليات تتم ضد دول أخرى من هناك، فأمريكا لديها الوسائل للاهتمام بهذه المشكلة لو الحكومة المحلية لا تستطيع التعامل معها أو كانت هناك فوضى. الولايات المتحدة تستطيع إدارة ذلك من خلال عمليات مكافحة الإرهاب، ولكن لا تستطيع أن تقدم على تدخل كبير في حرب أهلية. بالنسبة لتونس ومصر، لو هذه الحكومات الهشة احتاجت لمساعدة وحكومة مشروع شرعية طلبت من أمريكا المساعدة لإدارة هذه المشاكل والكارثة الإنسانية التي ستحدث، عندها أمريكا سوف ترد بالإيجاب، ولكن هذا بمعزل عن التدخل بشكل كبير في حرب أهلية ليبية. ملاحظتين سريعة، الملاحظة الأولى طبعا أشارك الرأي أن
أمريكا بإمكانها تتدخل ويكون تدخلها مؤثر، ولكن أقول تدخلها السياسي أهم من تدخلها العسكري. كما قلت التدخل العسكري إشكال كبير، ولكن أؤكد أهمية تدخل أمريكا السياسي، لأن أوروبا الاتحاد الأوروبي في وضع محرج في التدخل، لأن القذافي صداقاته كانت مع كل رؤساء ومسؤولي أوروبا وعلاقات مالية عميقة معهم، وبالتالي إذا يمكن في طرف يستطيع بضغط دول يتدخل سياسيا، أعتقد أمريكا بإمكانها ذلك، وهي حاليا لا تقوم به بالدرجة المطلوبة. في نقطة أعود فيها إلى القاهرة مع وحيد عبد المجيد يمكن لم يشملها الحوار حتى الآن، هو أريد قراءتك وحيد لموقف المعارضة الليبية من التدخل الأجنبي بعامة. يعني من المتفق عليه أن أطياف المعارضة كافة ترفض أي تدخل عسكري أجنبي، كيف تقرأ ذلك؟ يعني نعم، يعني هذا موقف طبيعي وليس فقط موقفا وطنيا، لكنه هو الموقف العملي أيضا، لأنه هناك إدراك للنتائج السلبية أو التداعيات السلبية لمثل هذا التدخل إذا حدث، والتي كنا نتحدث فيها في الدقائق الماضية. يعني إذا كنا نحن إنما دكتور عبد المجيد يعني الغرب الشرق. يعني بالنهاية الدول الأجنبية ليست جمعيات صليب أحمر أو جمعيات خيرية، يعني بما معناه أن الغرب إذا أراد أن يتدخل عليه أن يأخذ على الأقل تفويض، وتفويض غير قابل للرجوع، يعني تفويض كامل غير منقوص للتدخل. يظهر أن المعارضة الليبية حتى الآن ترفض تلك الفكرة، وفي نفس الوقت تحتاج إلى تدخل أجنبي. أنا أريد قراءتك لهذه النقطة من موقف المعارضة. نعم، يعني هذا موقف سيظل مستمرا إلى أن يجد جديد. الجديد في رأيي هو تحويل المعارضة الليبية من معارضة إلى حكومة معترف بها دوليا ومعترف بأنها هي الحكومة الشرعية في ليبيا. عندئذ تستطيع هذه الحكومة أن تطلب المساعدة والعون من أي كان في العالم في مواجهة عصابة تمثل نوعا من الاعتداء على سيادة هذه الحكومة الشرعية. في هذه الحالة الوضع يختلف، لكن المعارضة الليبية تقرأ ما حدث في العراق وتدرك ما كيف شوهت صورة المعارضة العراقية عندما قبلت بالتدخل الأمريكي البريطاني، وكيف أن الكثير من أطراف المعارضة العراقية الذين أصبحوا في الحكم حتى الآن يحاولون جاهدين حتى هذه اللحظة تغيير هذه الصورة التي تتغير ببطء شديد. وربما تكون التداعيات بالنسبة لليبيا أكثر سلبية في حال لأنه التدخل هنا يعني ليس يعني نتائجه ليست واضحة مسبقا، يعني لا أحد يعرف كيف سيحدث هذا التدخل، ما هي النتائج التي يمكن أن تترتب عليه، وخصوصا إذا أدى إلى تغير في مواقف بعض القبائل المحايدة الآن ووقفت معه. فالموضوع فيه كثير من المحاذير ينبغي أخذها في الاعتبار. فاعتقادي أننا سنظل ندور في حلقة مفرغة إلى أن نفكر جديا ونتحرك في اتجاه تغيير الوضع القائم في ليبيا، ليس على الأرض ولكن على المستوى القانوني الدولي، من خلال تحويل المعارضة الليبية أو الثورة الليبية إلى حكومة معترف بها دوليا. ابقى معي وحيد عبد المجيد إدمون في نقطة يعني كمان لم نتطرق إليها حتى الآن. يعني يظهر أن التردد الغربي، البعض يقول أن هذا التردد الغربي مرده إلى عدم وضوح الصورة في أكثر من مكان، يعني عدم وضوح الصورة في مصر وتونس، الوضع في اليمن، والوضع في ليبيا، والوضع في البحرين. يعني في أكثر من منطقة حركات التغيير لم تؤشر إلى نتائج واضحة. ما بتعتقد أنه هالغرب يتردد الآن لهذه الأسباب؟ يعني يظهر أنه ليث أيضا يوافق على هال بدون شك. أعتقد أن هناك عدة أسباب وراء هذا التردد، وبينه أن هناك أيضا دول أخرى تواجه الكثير من التحديات، وهذه الدول والأنظمة بالأحرى لدى أنظمتها علاقة وثيقة مع واشنطن ومع دول غربية أخرى، وبالتالي فأن هذه المواضيع تؤخذ بعين الاعتبار. ولكن أعتقد أنه بالنسبة إذا عدنا لليبيا، المعارضة الليبية تقول بأنها لا تريد تدخل عسكري أجنبي، ولكنها أعداد كبيرة منها وأوساط كبيرة تقول أنها تطالب ترغب في الحصول على حظر جوي
لأنها تعتقد بأن الحظر الجوي يساعد على الموازنة بين قواتها. أيضا أعتقد ما ذكره الدكتور وحيد مهم بالنسبة أنه موضوع تشكيل حكومة يعترف بها الرأي العام العالمي، هذه أيضا نقطة مهمة جدا، لأنه إذا حصل هناك اعتراف بهذه الحكومة فأعطيت شرعية يسمح لها أن تتحرك بطريقة مختلفة. الأمر الآخر هو أن الكثيرين في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة يقولون بأنه قبل أن يكون هناك تحرك يجب أن يكون هناك موافقة أو قرار من مجلس الأمن الدولي، لأن قرار من هذا النوع الفرنسيين يطالبوا بذلك، الألمان يريدوا قبل أي تحرك. طب لماذا لم يصدر هذا القرار؟ إذا الكل متفق على هذا، أعود إلى ما تحدثنا عنه سابقا أن هناك عدة أطراف تعارض ذلك، مثلا الفرنسيين الروس والصينيين. الصينيين تقليديا لهم موقف ضد أي تدخل أجنبي، ضد بما وقد يفسر بطرق. الروس لديهم أيضا موقفهم ولديهم مصالحهم. تركيا المثير في الموقف التركي، نتحدث الآن عن تدخل تركيا، قالت أنها تعارض التدخل في 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 في, في ليبيا وفرض حظر جوي. المؤتمر الإسلامي، دول مؤتمر الدول الإسلامية أيضا تبنى موقفا صريحا حول هذا الموضوع. إذن هناك حاجة لنوع من الشرعية الدولية. إحدى نقاط الضعف بالنسبة لموقف الإدارة الأمريكية أن هذا في الذهاب إلى الحرب في العراق أنها لم تحصل على تفويض من مجلس الأمن، لم يكن هناك قرار يعطي شرعية كما حدث في حرب 1991. إذن هناك هذا الأمر، لأنه عندئذ يمكن إذا حدثت كل هذه الأمور وحدثت موافقة عربية تكون هناك مرجعية دولية وإقليمية عربية وإسلامية تسمح لهذه الحكومة بالحصول على الدعم الذي تريد. طب أنا أريد من جون نقطة أخرى، يعني البعض قد يتهمني بالمبالغة إذا طرحتها، ألا تعتبر أنه لا سيما التردد الأمريكي والتردد الغربي بعامة مرد أنه لو حصلت أمور مشابهة في دول حليفة لأمريكا والغرب، يعني حصل ما يحصل في ليبيا اليوم في المملكة العربية السعودية أو في البحرين أو في الكويت وطالبت الحركات الاحتجاج بالتدخل، هل تتدخل القوات الأمريكية والقوات الغربية ضد أنظمة حليفة وصديقة؟ أعتقد أن المشكلة الليبية هي مشكلة حقيقية بالنسبة للولايات المتحدة وأيضا اتخاذ القرار الخاص بالتدخل عسكريا في دولة عربية. أمريكا ليس لديها أي دعم دولي أو شرعي أو قانوني من العرب أو من الأمم المتحدة أو حتى من حلف الناتو. أعتقد أن الولايات المتحدة قلقة بشأن ما يحدث في البحرين وما يحدث في السعودية والأردن وبعض الدول الصديقة الأخرى في المنطقة، وأمريكا تعمل على هذه المشاكل. لا أعتقد أن أمريكا ستتدخل عسكريا في أي من هذه الدول. لدينا نفوذ آخر أقل من التدخل العسكري من أجل تحريك هذه الدول إلى مسار بناء وحل هذه المشاكل إذا ظهرت. في ليبيا لدينا نفوذ قليل عدا ما قمنا بعمله في الأمم المتحدة، والسؤال الآن كيف نتدخل ربما على المستوى العسكري لترجيح الكفة لصالح المتمردين ضد نظام القذافي. والرئيس قال أن النظام غير شرعي ويجب أن يرحل، كيف نحل هذا الموقف بسرعة وبدون عنف؟ هذا هو السؤال. نقطة سريعة، هناك أيضا بعض المخاوف، أحد أسباب المخاوف في واشنطن أن بعض المسؤولين وبينهم مثلا بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بعضهم جمهوريين وبعضهم ديمقراطيين وآخرين، يقولوا نحن لا نعرف من هي المعارضة الليبية. هذا أمر مثير، وهذا طبعا يثير أسئلة ويقول أننا لا نعلم من هم هؤلاء. إذن هناك رغبة، ومن هنا تأتي أهمية ربما تشكيل حكومة جديدة وتواصل مع المعارضة. الأمر الآخر وهذا أيضا أثر، كانت هناك دعوات من البعض هنا لتسليح المعارضة الليبية، ولكن أيضا
كانت هناك مخاوف لدى من بعض أعضاء الكونغرس، ربما هؤلاء هذه الأسلحة قد تذهب إلى أيدي قوى معادية للولايات المتحدة. إذن هذه أمور يجب أن تقوى من الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار. سوف أعود إلى القاهرة لنتناول في الوقت المتبقي من هذه الساعة موضوع مصر والتغييرات الحاصلة في مصر. دكتور عبد المجيد، على موقع مجلس الوزراء المصري على الفيسبوك أعلن عن 19 أذار موعدا للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ماذا يعني لنا ذلك؟ يعني أن هذه هي الخطوة الأولى في اتجاه بناء النظام السياسي الجديد في مصر. هذه التعديلات المفروض أنها تعديلات تشمل عدد محدودا من مواد الدستور المصري الصادر في عام 71، وهو دستور معيب لا يليق بهذا العصر ولا يمكن أن يوجد في ظله نظام ديمقراطي. ولذلك من بين هذه التعديلات أو ربما أهم هذه التعديلات تعديل يفرض البدء في إصدار دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، بحيث تشكل جمعية تأسيسية وتشرع في إعداد دستور جديد. لكننا ما زلنا في بداية عملية يعني تم تحديد بدايتها وتبدو بدايتها الآن واضحة، لكن نهايتها ليست واضحة على الأقل بالمقدار نفسه، لأنه ما زال هناك خلاف على ترتيب الخطوات في المرحلة الانتقالية. نفترض أنه وفقا للترتيب الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه بعد التعديلات الدستورية ستجرى الانتخابات البرلمانية ثم تتلوها الانتخابات الرئاسية. هناك جزء كبير من الطيف السياسي في مصر يرى أنه من الأفضل أن تجرى الانتخابات الرئاسية أولا قبل الانتخابات البرلمانية، لكي تتاح الفرصة للقوى الجديدة الصاعدة في مصر وبصفة خاصة قوى الشباب الذي صنع هذه الثورة للاستعداد لانتخابات برلمانية. لأن وفقا للخطة المطروحة الآن أنه الانتخابات البرلمانية ستجرى في شهر يونيو حزيران القادم، يعني بعد أقل من 4 أشهر من الآن، ربما 3 أشهر لا تكفي للاستعداد. فهناك خلاف على خطوات المرحلة الانتقالية، وهناك خلاف أيضا على إرجاء إصدار الدستور الجديد طول هذه الفترة وعلى الطريقة التي سيصدر بها. بسبب ضيق الوقت أريد أن أعرف كمان رؤيتك لتعيين عصام شرف رئيسا للوزراء للحكومة مكان أحمد شفيق واستقالة أحمد شفيق. يعني البعض يقول أن المقصود كان أكثر من استقالة أحمد شفيق بالذات هو وزير الخارجية أحمد أبو الغيط. هل توافق على هذا التفسير لعملية التغيير برئاسة الحكومة؟ لا، هو يعني أحمد أبو الغيط هو أحد الوجوه غير المقبولة في الحكومة السابقة، لكن المطلب الرئيسي هو أن يذهب أحمد شفيق شخصيا. يعني ما كان أحد سيرضى أن يتم استبعاد أبو الغيط فقط ويبقى رئيس الحكومة السابق الذي أدى اليمين من قبل أمام الرئيس السابق حسني مبارك. فالمسألة الأساسية كانت في أحمد شفيق شخصيا وفي الوزراء الباقين من عهد مبارك والذين كانوا في حكومة أحمد نظيف. وزير الدفاع طنطاوي سوف يتغير برأيك؟ يا دكتور عبد المجيد، وزير الدفاع طنطاوي هل سوف يتغير أيضا؟ لا، يعني هذه حكومة تسيير أعمال ليس فيها وزير دفاع، لأنه المشير طنطاوي الآن هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، وبالتالي شؤون الدفاع تدار من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس من خلال هذه الحكومة، لأن هذه حكومة تسيير أعمال، وعمل الدفاع ليس من شأن هذه الحكومة وإنما من شأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ابقى معي وهيد عبد المجيد ادمون. اعتقد ان هذه هي احدى النقاط التي تثيرها المعارضة او المتظاهرين الذين حققوا هذه الثورة، انه التغيير فقط حتى الان كان رأس السلطة
طالبوا بتغيير الحكومة، والآن تغير رئيس الحكومة، ولكنهم يريدون تغييرات أكبر من ذلك. وأعتقد أنه يمكن القول بأن أيضا المجلس العسكري في النهاية العديد من كبار القادة العسكريين كانوا أصدقاء مقربين وتمت ترقيتهم من قبل الرئيس مبارك. النقطة الأخرى التي كل المجلس على القوات المسلحة معينة من الرئيس مبارك. بالضبط. النقطة الأخرى التي وبالتالي فإن هذا يقول هؤلاء بعض الشباب أنه لم يحدث تغيير حقيقي، ولكن هناك أمور قد تكون أكثر أهمية ولم يتم التطرق إليها إلا في الفترة الأخيرة. وربما يمكن أن نسمع رأي إذا كان هناك وقت الدكتور وحيد، أن مثلا المجالس المحلية لم نسمع عنها، هذه مهمة جدا في مصر. المحافظين لم نسمع، يطالبون بإقالة المحافظين كافة، يعني مثلا هذه موضوع مهم جدا ولم يسمع، لأن هؤلاء هي يمثلون قوة حقيقية على الأرض، ما لم يتم تغييرهم لن ترى تغييرات أساسية. يعني باختصار جون، أريد منك الرؤية الأمريكية لما يجري في مصر. يعني اليوم أنت كمتابع أمريكي للمتغيرات الحاصلة في القاهرة، كيف تنظر إليها؟ أولا نحن مراقبون ونحن ندعم جهد للتحول الديمقراطي إلى الأمام. أعتقد أن الناس في واشنطن ربما عرفوا أن هذا التغيير في رئاسة مجلس الوزراء كانت هناك حاجة إليه، وإذا كان أحد في المجلس الأعلى للقوات المسلحة سأل المسؤولين الأمريكيين هل تعتقد أن هناك حاجة لإحلال شخص آخر محل رئيس الوزراء؟ لا، أجابوا نعم، كانوا سعداء بهذا، والشعب أيضا كان سعيدا بذلك، حتى لو جاء قرار المجلس الأعلى متأخرا، ولكن يبدو أنه يستجيب لطلبات الشعب. القضية هي قضية التسلسل الذي أثاره أحد الضيوف، ومتى يكون هناك دستور جديد وتجري انتخابات رئاسية وبرلمانية، ومتى تسمح لهؤلاء الناس الموجودين في ميدان التحرير بالملايين أن يبدأوا في تشكيل أحزاب سياسية حقيقية ويكون لديهم الوقت والطاقة كي ينافسوا بشكل نزيه في الانتخابات ضد مجموعات قوية مثل الإخوان المسلمين وأي أشياء موجودة من النظام السابق. هؤلاء يحتاجون إلى وقت. هل المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعطيهم هذا الوقت أم أنه سيدفع الأمور بسرعة على أمل أن بقايا النظام السابق يحافظون على مصالحهم وعلى مكانتهم، وأن هناك مباركية بدون مبارك؟ أعتقد أن الأمريكيين وراء الستار يحاولون تحريك العملية بشكل إيجابي قدر الإمكان بدون أن نبدو وكأننا نتدخل. لديك كلمة أخيرة عن الموضوع؟ أنا أعتقد طبعا رغم أهمية كبر مصر، لكن هناك شيء سبقها وهو ما يجري في تونس، وما يجري في تونس أعتقد نفس هذه المسائل الآن كلها ينظر لها. نعم. هالأسبوع استقال رئيسي الوزراء التونسي والمصري. نعم، وفي تونس طبعا سبقتها تم استبعاد كل المحافظين اللي كانوا أعضاء بالحزب الدستوري سابقا، وكما قلت لأول مرة إحنا نشهد ثورة سلمية حقيقية لم تستكمل بعد، لأنه كل قوى النظام القديم لا تزال معششة في أجهزة الدولة. أنا بشكرك ليث كبة، وكذلك أدموند غريب وجون هانا، كما أشكر من القاهرة وحيد عبد المجيد. أنتقل أعزائي المشاهدين إلى تقرير أعده الزميل طارق راشد حول الأوضاع في ليبيا، وسوف نتابع في الساعة الثانية للجهات الأربع، فأبقوا معنا أيضا. تدخل عسكري في ليبيا طرح ما يزال محل بحث وجدل، إلا أن من المفارقات أن توافق عليه ثوار ليبيا بين من قسم إزاءه أعضاء حلف الناتو وجامعة الدول العربية وأركان الإدارة الأمريكية. هناك الكثير من الحذر إزاء أي إجراء يمكن اتخاذه سوى دعم المهام الإنسانية. ربما يكون هناك دور للأجهزة العسكرية لتوصيل أسلحة وإمدادات للمناطق التي تحتاجها وحيثما نجد الترحيب. وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس حذر من أن الإقدام على عمل عسكري ضد النظام الليبي سيتطلب تدمير الدفاعات الجوية الليبية.
إذا ما تلقينا أوامر بفرض حظر جوي فسنكون قادرين على تنفيذها، لكن الواقع يفيد بأن فرض حظر جوي يقتضي بادئ ذي بدء بشن هجوم على ليبيا لتدمير دفاعاتها الجوية، وعندئذ تصبح طائرتنا قادرة على التحليق في المجال الجوي الليبي. الرئيس الفرنسي ترجم ما يقوله لسان حال حلف الناتو بشكل قاطع: سيد قذافي عليك أن ترحل. لكنه ما لبث أن تراجع خطوة للوراء عندما أتى الكلام عن التدخل العسكري. تعلمون تحفظ فرنسا عندما يتعلق الأمر بمبدأ التدخل العسكري. لا نعتقد أن هذا سيكون قرارا لائقا، لكننا بالطبع سننتبه إلى قرار يتخذه مجلس الأمن، وربما يغير هذا من موقفنا على الأقل بشكل جزئي. جامعة الدول العربية شهدت انقسامات هي الأخرى، حيث رفض العراق التدخل الأجنبي. مع حرصنا على عدم التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، إلا أن البيان الختامي للوزراء اعتمد قرارا يدعم فرض حظر جوي على ليبيا، وأن الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدي في شأن ما يتعرض له الشعب الليبي الشقيق من سفك للدماء، بما في ذلك الالتجاء إلى فرض الحظر الجوي والتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في هذا الشأن. لكن القذافي لوح بإحداث كوارث إذا ما حاولت الدول الغربية التدخل عسكريا في بلاده أو تغيير الوضع هناك. إذا كان ليبيا اللي تو موجودة ما هيش موجودة، حيشوف الخراب اللي حيكون في البحر المتوسط، وأنابيب الغاز اللي تمر عبر البحر المتوسط حتنتهي، والكهرباء الربط الكهربائي حينتهي، ويجي بربروسا ويجي بن لادن ويجي القرصنة ويجي الصومال ويجي كل من هب ودب، وجه الجهاد وتنتقل من شمال أفريقيا إلى أوروبا. ومع هذا بدأت عدة دول في إرسال سفن حربية إلى البحر المتوسط تحسبا لاستصدار أمر بفرض منطقة حظر للطيران والمساعدة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وفي الوقت ذاته تضييق الخناق حول القذافي. الولايات المتحدة أرسلت سفينتين على متنهما 800 بحار ومروحيات. بريطانيا بعثت بفرقاطة تحمل مروحيات وقاذفات صواريخ وتوربيدات وأسلحة. كندا بعثت بفرقاطة على متنها 240 رجلا ومروحية. فرنسا أرسلت حاملة مروحيات للمشاركة في إجلاء العمال المصريين. إيطاليا أرسلت عدة سفن حربية وسفينة مساعدات إنسانية إلى بنغازي. كوريا الجنوبية بعثت بسفينة حربية كانت تقوم بدوريات قبالة سواحل الصومال. لكن خطى الثوار دائما ما تسبق تحركات المجتمع الدولي، ولعل ثورات تونس ومصر تشهد على ذلك.